قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جلوبال عالمي، يعني ما مرتبط بأحد أو بنادي. تلعب عدد لا يقل عن 8 ضد 8 في منطقة محددة بساحة وسطية مركزية، لاحظ المظللة، يعني بالعلامات، 4 علامات طولا و4 علامات عرضا مثلا، ودخول اللاعب في داخل هذه المنطقة المظللة اللي بين العلامات بالتو تاتش، نو مور ذان تو تاتش، ممكن ان تسوي وان تاتش. اما اللعب خارج هذه المنطقة المظللة فيكون حر، وحركة اللاعبين حرة، تلعب بالمنطقة المظللة، تلعب خارج المنطقة المظللة، كل فريق يهاجم هدف يدافع عن هدف بس. لكن انبه لمسألة مهمة، اياك ان تضع تمارين دون ان تشرحها. مثلا لو هذا التمرين بدون شرح ما راح نستفيد منه، ولا راح يستفيد من عند المدرب. لماذا؟ لان التمارين من توضع هي لمعالجة مشاكل. فانا في هذه الفعالية لم اضع المنطقة المظللة اعتباطا، وانما لغرضين تكتيكيين. عندما تكون الكرة معك انتشر خارج هذه المنطقة، عندما تكون الكرة عند المنافس تحشد داخل المنطقة المظللة. شوف كلمتين، الانتشار والتحشد، مهمة في كرة القدم. لكن إذا تركنا المسألة دون أن نذكرها في هذه الفعالية، فقط نصف الفعالية، تكون أنت قاصر كمعلم ومدرس ومحاضر في بيان فائدة هذه الفعالية في معالجة مشاكل اللعب. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية. اللهم انصر المقاومة الفلسطينية يا رب العالمين، دعاء من القلب والضمير. عيدكم مبارك. صلاة العيد الآن أنا أسمعها طبعا، المسجد بعيد عني، ورأيت الكثير من الناس يخطون بعجالة من الشارع إلى المسجد، هم ونساء، والحمد لله الإسلام بخير، إن شاء الله يكون بخير وسيكون أقوى وأحسن في القادم من الأيام. مع السلامة.